تعلية سد روسيرس تشهد تقدماً ملموساً في الأعمال الخرسانية والترابية بالمشروع، كما يجري العمل في منطقة محطة الكهرباء، وشيئاً فشيئاً بدأ تظهر وتتضح بصورة أكبر ملامح التعلية بالمشروع. الأعمال الخرسانية بتعلية خزان روسيرس تسير بصورة طيبة، ويجري العمل في تأهيل البوابات السفلى وتعلية السد في منطقة البوابات السفلى وتقوية الدعامات الساندة في منطقة بوابات المفيض ومنطقة محطة الكهرباء. أما فيما يتعلق بأعمال صيانة الممرات السفلية وتأهيل بوابات المفيض فقد اكتمل العمل بعدد منها، ومن المتوقع يكتمل العمل التأهيلي للبوابتين 2 و5 في هذا الموسم بمشيئة الله. عدد من المحاجر تعتبر المصدر الأساسي لعمليات الكسر الصخري لمشروع تعلية خزان روسيرس تتوزع على الضفتين الشرقية والغربية للمشروع. محطة توليد كهرباء سد روسيرس تم إنشاؤه على الضفة الغربية للنيل الأزرق على 4 مراحل، حيث ضمت المرحلة الأولى في التوربينات الأولى والثانية والثالثة ليتم التشغيل والاختبار التجاري لها في العام 1971، 3 توربينة الرابعة في العام 1979، ثم 2 توربينة الخامسة والسادسة في العام 1984، لتختتم المرحلة الأخيرة بدخول 7 توربينة في العام 1987، لتبلغ سعة التوربينات 280 ميجاواط بعد أن تم تأهيل 3 والرابعة من 30 ميجاواط إلى 40 ميجاواط. ومما يجدر ذكره أن حجم الطاقة المنتجة من سد روسيرس ستتضاعف إلى 50% بعد اكتمال أعمال التعلية. أنشئت محطة توليد كهرباء روسيرس على الضفة الغربية من نهر النيل الأزرق بعد اكتمال خزان روسيرس، وتم إنشاء المحطة في 4 مراحل. أنشئت صالة تحوي 7 توربينات، المرحلة الأولى الوحدات 1، 2، و3، وتم اختبارها وتشغيلها تجاريا في عام 1971، ثم الوحدة الرابعة في المرحلة الثانية في عام 79، والوحدتين 5 و6 المرحلة الثالثة في عام 84، والوحدة الأخيرة 7 في عام 1989.